هذا سيدنا عمر، أختم به حديثي لكم، طعن فأتي بالحليب فشربه، فخرج الحليب من خاصرته، فقال له الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك لن تعيش. فنادى عبد الله بن عمر وقال: ائتني بحذيفة بن اليمان. وجاء حذيفة وهو الصحابي الذي أعطاه الرسول جدولا بأسماء المنافقين، ولا يعرفه إلا الله والرسول وحذيفة، إلا الله ورسوله وحذيفة. فقال عمر والدماء تجري من خاصرته: يا حذيفة بن اليمان، أناشدك الله، هل قال لك رسول الله اسمي بين المنافقين؟ لك الله يا عمر، لقد أتعبت من بعدك، لقد أتعبت من بعدك. فسكت حذيفة ودمعت عيناه، قال: ائتمنني على سر لا أستطيع أن أقوله يا عمر. قال: بحق رسول الله عليك، قل لي هل قال لك رسول الله اسمي بينهم؟ فبكى حذيفة وقال: أقولها لك ولا أقولها لغيرك، والله ما ذكر اسمك عندي. فقال: يا ابن عمر، بقي لي من الدنيا أمر واحد. قال: ما هو يا أبتاه؟ قال: أن أدفن تحت أقدام رسول الله. فذهب إلى عائشة أم المؤمنين ولا تقل لها أمير المؤمنين، قل: عمر يستأذنك، أنت صاحبة البيت، أتأذنين أن يدفن عمر تحت قدم صاحبيه؟ فقالت: نعم، قد كنت أعددت هذا القبر لي، واليوم أتركه لعمر. فعاد فرحا، عاد فرحا وقال: يا أبتاه قد أذنت. ثم رأى خد عمر على التراب، فجلس عبد الله ووضع خده على فخذه، فنظر إلى ابنه وقال: لم تمنع خدي من التراب؟ قال: يا أبتاه، قال: ضع خد أبيك على التراب ليمرغ به وجهه، فويل عمر إن لم يغفر له ربه غدا. هذه الاستقامة، على ماذا نتبجح نحن؟ على ماذا نعتمد؟ ومات عمر وأوصى ابنه، فقال: إن حملتني وصليت علي في مسجد رسول الله فانظر إلى حذيفة، فقد يكون راعاني في القول، فإن صلى علي حذيفة فاحملني باتجاه بيت رسول الله، ثم قف على الباب وقل: يا أماه، ولدك عمر، لا تقل أمير المؤمنين، فقد تكون استحيت مني فأذنت لي، فإن لم تأذن فادفني في مقابر المسلمين. فحمله ونظر في المسجد، فجاء حذيفة فصلى عليه، فاستبشر ابن عمر، وحمله إلى بيت عائشة فقال: يا أمنا، ولدك عمر في الباب، هل تأذنين أن يدفن؟ فقالت: أدخلوا. فدفنوه بجانب صاحبه.